السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير بمناسبة العام الدراسي الجديد. في البداية برحب بيكم في كلية صيدلة جامعة طنطا. طبعا انتم داخلين الدراسة في الأول تايهين شوية، مش عارفين النظام، مش عارفين الفرق بين الكلية وبين النظام في الثانوي والكلام ده، بس ان شاء الله واحدة واحدة مع الوقت هتتعودوا على النظام وتاخدوا عليه، وهيبقى الوضع سهل جدا وتمام بإذن الله. أنا بس في البداية هنتكلم عن بعض الاختلافات بين النظام في الكلية والنظام في الثانوي، ونظام المحاضرات والسكاشن والأماكن اللي هتحتاجوها في الكلية وكده، عشان يبقى زي جايد لاينز كده ليكوا في البداية إن شاء الله. أول حاجة، النظام في الكلية مقسوم لنصين: النص النظري، وده عبارة عن المحاضرات، دي بتكون اما في مدرج واحد او مدرج اتنين او مدرج تلاتة. في مبنى خاص بالمدرجات اللي فيه مدرج واحد ومدرج اتنين، اللي هو فيه في الدور الارضي شؤون الطلبة ورعاية الشباب. المبنى التاني في الكلية ده اللي فيه المعامل كلها، كل دور فيه قسم او اكتر، زي اقسام الكيمياء، العقاقير وهكذا. كل قسم ليه المعامل بتاعته وانتوا تتوزعوا عليها في شغل العمل. الدراسة في المحاضرات، الدفعة طبعا لأن عددها كبير، فالدفعة متقسمة نصين: من 1 ل 800، دي مجموعة ألف، من 801 لحد آخر الدفعة دي مجموعة ب. والمحاضرة طبعا بتتشرح للنص الأول، ونفس المحاضرة بنفس الدكتور ونفس الكلام بالظبط بتتعاد للنص التاني طبعا عشان العدد الكبير. وطبعا المحاضرات ما فيهاش غياب، فالطالب بيختار المحاضرة اللي يحضر فيها زي ما يحب، سواء ألف أو بي حسب ما تتناسب مع مواعيده. لكن السكاشن كل طالب بيختار، بيشوف رقمه في الكشف، وبناء عليه بيحدد ميعاد السكشن بتاعه أو رقم السكشن بتاعه. يعني سي مثلا هو رقم 150، هيبص في الجدول هيلاقي من رقم واحد لرقم 200 ده سكشن واحد أو مجموعة واحد، يبقى هو إذا هيحضر مع مجموعة واحد سكاشن العملي بتاعه. بيبدأ يفتح الجدول ويشوف مواعيد العملي بتاعة مجموعة واحد ويبدأ يحضر فيه. أحيانا في بعض السكاشن مكتوب فيها واحد واتنين أو مثلا ثلاثة وأربعة وهكذا، دي معناها إن المجموعة، مش المجموعتين هيحضروا مع بعض، مجموعة ثلاثة هتحضر أسبوع مثلا ومجموعة أربعة هتحضر الأسبوع اللي بعد وهكذا، يعني بالتبادل. طبعا حضور السكاشن بيبقى عليه غياب، والمفروض ليك نسبة معينة في الغياب ما تتعدهاش، المفروض بتبقى حاضر في ميعاد السكشن بالظبط ما تتأخرش عنه، ويكون معاك البلطو كبداية. والمعيدين طبعا هيبلغوكوا بالأدوات المطلوبة منكوا خلال كل سكشن على حسب كل قسم. بالنسبة للمحاضرات، المفروض ان انت بتحضر برضو من بداية المحاضرة، وبتكون قاعد مركز عشان تستوعب اللي الدكتور بيقوله، ان طبعا النظام جديد عليك، كلام معظمه بالانجليزي، وطبعا اللغة مش تمام قوي يعني في البداية. فالشعور اللي انت هتبقى حاسس بيه انك مش فاهم اي حاجة، وان العملية بايظة معاك خالص، وان الكلية صعبة وحاجات زي كده. لكن حابب نطمنك ان ده شعور عادي جدا، وكل الطلبة اللي دخلوا الكلية خصوصا الكليات العملية حسوا نفس الاحساس ده، حتى الناس اللي كانت اوائل على الدفعات برضو نفس الاحساس ده موجود. نظام جديد واول مرة وكده، لكن انت مع الوقت هتفهم النظام وهتعرف كل مادة نظامها ايه وتمشي فيها ازاي، وايه المطلوب منها، ازاي تتذاكر، ايه اللي تركز عليه. وان شاء الله برضو ممكن يبقى في قواميس تستعين بيها، لكن ما بيبقاش الاعتماد الكلي عليها، لان معظم القواميس ما بتجيبش المعنى المطلوب للمادة، ان في مصطلحات علمية لازم تبقى عارفها من خلال المحاضرة او من خلال السكشن او كده. وجزاكم الله خير.